أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. تذيل العراق قائمة مؤشر السلام العالمي الصادر من معهد الاقتصاد والسلام في ظل الفشل السياسي والاقتصادي وتسيد السلاح المنفلت للميليشيات وعسكرة المجتمع وتغول الفساد الذي تحول إلى ثقافة سائدة في مؤسسات العراق. ويعد مؤشر السلام العالمي الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، وهو مؤسسة فكرية عالمية تتخذ من سيدني مقرا لها ولها فروع في كبرى المدن من نيويورك إلى أكسفورد، المقياس الرائد للسلم العالمي، ويغطي أكثر من 99% من سكان العالم، ويتم حسابه باستخدام 23 مؤشرا نوعيا وكميا، ويقيس حالة السلام عبر 3 مجالات هي مستوى الأمن والسلامة المجتمعية ومدى استمرار الصراع المحلي والدولي ودرجة العسكرة. وقد حل العراق في مراتب متأخرة في تقرير عام 2023، إذ جاء في المرتبة 17 عربيا متقدما على سوريا واليمن فقط، والمرتبة 154 عالميا. وفي سياق فوضى السلاح، أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين خلال مشاجرة مسلحة داخل سوق شعبية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وقال المصدر إن مشاجرة وإطلاق نار حصلت بين طرفين في قضاء الناصرية داخل سوق سيد سعد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح. دعونا نتابع هذا المقطع الذي تم رصده من خلال إحدى كاميرات المراقبة وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. تريد عبارة؟ هذه صور تم التقاطها عبر إحدى كاميرات المراقبة المثبتة في هذا الشارع، وتظهر في هذه اللقطات لحظة إطلاق النار على أحد الأشخاص وقتله وإصابة آخرين في هذا النزاع في سوق سعد في محافظة ذي قار بالناصرية. هذا المقطع تم تداوله على شكل واسع في العراق على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق عراقيون حول هذا المقطع الذي قالوا بأنه بسبب غياب القانون وانتشار السلاح بين المجتمع العراقي تكثر هذه الحالات. نبقى مع فوضى السلاح في العراق، حيث أفاد مصدر محلي في أربيل بإصابة شخص بجروح جراء خلاف مع أصدقائه، والسبب كان الخروج في نزهة خلال عيد الأضحى. المصدر تحدث بأن هناك شخصا قام بإطلاق النار على صديق له في إحدى مناطق أربيل، وذلك بسبب خلاف وقع بينهما بسبب الاختلاف على الخروج في نزهة خاصة بالعيد. دعونا نتابع هذه الصور كذلك التي التقطتها إحدى كاميرات المراقبة هناك. السلطات هناك في أربيل أعلنت إلقاء القبض على من قام بإطلاق النار على صديقه. نبقى في محافظة أربيل، حيث نشب نزاع مسلح قرب إحدى المنتجعات السياحية في المحافظة ما أثار
حالة من الرعب والخوف بين المواطنين وبين السياح هناك في خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فلنتابع. ها 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 براني ها 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 مشاهد أخرى بثها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، ونذهب إلى محافظة كربلاء حيث تشهد العديد من الأحياء تجول بعض العصابات والتي تحمل الأسلحة وتقوم بعدة سرقات كما تتحدث مصادر محلية من هناك. مقطع مصور لمحاولة سرقة دراجة نارية، فلنتابع هذه الصور. صور التقطتها إحدى كاميرات المراقبة في هذا الشارع وتداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي في محافظة كربلاء، تظهر لحظة سرقة أو محاولة سرقة إحدى الدراجات النارية في محافظة كربلاء، وطالب عراقيون بتجديد الإجراءات على هذه النماذج وهذه العصابات التي تقوم بالسرقات، سرقات السيارات أو الدراجات النارية إن كان في محافظة كربلاء أو في المحافظات العراقية. هذه صور وثقتها إحدى كاميرات المراقبة المنصوبة في هذا الشارع للحظة أو محاولة سرقة إحدى الدراجات النارية في محافظة كربلاء، ولكنه لاذ بالفرار بعدما خرج صاحب الدراجة أو أحد سكان هذا الشارع. في محافظة البصرة تحدث أحد النشطاء عن وجود الكثير من الظواهر المسلحة والمركبات المظللة دون لوحات في شوارع المحافظة دون محاسبتهم. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط في هذا المقطع. مسلحة وبعض التاهوات المظللة واللاندقروزات المصفحة اللي ما تحمل لوحات وبيها فدرالية ومصفحة. أريد منك تفعل لي مديرية مرور البصرة، بصراحة ما جاي نشوف إلها دور بالبصرة فعال. سيطرات متواجدة ماكو، أريد دعم من الجيش للمرور يقف مع السيطرات المرورية ويخلصنا من ظاهرة السيارات المظللة بدون لوحات والمصفحة والبدون أرقام. وأهم ملف عندك يا سيد يا قائد عمليات البصرة الجديد المحترم، أريد متابعتك لهذا الملف والاستعراضات والمظاهر المسلحة ضروري. احنا بصرة شريان العراق وعاصمة العراق الاقتصادية. حول موضوع فوضى السلاح في العراق وهذه المقاطع التي تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، دعونا نقرأ بعض التعليقات على فيسبوك. أبو زينب الأسدي الكربلائي يقول: على ضباط المراكز بدء واجبهم، كل ما نروح نقدم دعوة ضد سرقة الجماعة يهمشوها وحتى ما يعيرون أي أهمية للموضوع. علي الجابر يقول: ما حد يحاسبهم، قادرين على أبو التاكسي وعلى أبو اللوري. حسين الدراجي يقول: أصبح البلد غابة لا قانون ولا سيادة، كل هذا حتى أهل الكراسي ما تنهز كراسيهم. فاضل يقول: العراق إلى الهاوية، دولة ما تعرف شلون تقضي على الاستهتار بأرواح الناس ولا على مكافحة الظواهر السلبية والسلاح المنفلت. إذن العراق بحسب مؤشر السلام العالمي الصادر من معهد الاقتصاد والسلام يتذيل المؤشر في المرتبة 154 عالميا والسابعة عشرة عربيا. نذهب إلى موضوع آخر أعزائي المشاهدين، والموضوع هو حرق النفايات أو إلقاء النفايات في أماكن عامة. للمرة الثالثة على التوالي يتم حرق النفايات والإطارات في الساحة الخدمية المجاورة لبلدية شعبة القبلة في محافظة البصرة، وقد عبر مواطنون عن استيائهم جراء هذا الفعل، حيث تعاني المحافظة من كثرة الغازات المنبعثة التي تتأثر بها صحة المواطنين وتصيبهم بالعديد من الأمراض ومنها الأمراض التنفسية وكذلك الأمراض
السرطانية. دعونا نتابع هذه الصور. هاي النار تستمر بالاحتراق يوم الثالث على التوالي، ثالث مرة حرق متعمد. هاي الإطارات الإخوان جاي يطفون. هاي الدخان اليوم العالم تموت. أنا ما أعرف بس هاي النار إذا قفت هاي المدارس كلها خشب. حمد قف هاي المدارس كلها خشب. زين إجت إخوان الدفاع المدني جو غير هذا. السلام مرحبا. هاي دفع مدى السيارة الثانية جاء وهاي النار وهاي الدخان العالم يوم تموت. عايزين يعني فوق دخان استخراج النفط ومخلفاته والغازات انه بهاي الاطارات والنفايات تحترق. الى متى احنا نشوف؟ ماكو حكي والله العظيم. هاي الطائرات لازم من الرفع، يعني يجب رفعها. طبعا تعتبر النفايات في العراق المنتشرة وغير المعالجة بشكل صحيح تعتبر من أحد الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفينة في العراق والتي تؤثر على تغير المناخ. نبقى في هذا الموضوع، حيث اشتكى مواطن في قضاء القاسم في محافظة بابل من الغازات المنبعثة من حرق النفايات المتراكمة. بجانب ذلك حمل عدد من المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي، حملوا المسؤولية لمديرية البيئة في المحافظة مسؤولية الإهمال لهذا القطاع الخدمي، حيث لم تقدم شيئا كما يقولون ملموسا على أرض الواقع. فلنتابع هذه الصور. هاي السمم غطية من الدخان. هبيات بابيل كوارث. شوف السماء كوارث. المهم بس رواتب تاخذون ما زين نعرف. كان يفترض بالعراق أن يمتلك معامل لتدوير هذه النفايات لتفادي تغير المناخ، لتفادي الأضرار الصحية التي تلحق بالمواطنين، وكذلك للاستفادة من عملية التدوير من هذه النفايات. نبقى مع أضرار النفايات على المواطنين العراقيين، حيث شكى أهالي منطقة البموسة في قضاء الهلال شمال غربي محافظة المثنى من انبعاثات الدخان الناتجة من معمل الطابوق في أطراف مدينة الديوانية المحاذية للقضاء، والتي بحسب قولهم تسببت لهم بأمراض تنفسية وسرطانية كثيرة في المنطقة، وطالبوا بإيجاد حل من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر. فلنتابع. وقد وثق أحد المواطنين قيام إحدى شركات التنظيف في محافظة البصرة برمي أكداس النفايات في المنطقة الصناعية، ما أثار عدة تساؤلات عن طريقة التخلص من النفايات، حيث تنتهج دول العالم إلى فتح مصانع لإعادة التدوير والاستفادة من هذه النفايات. لكن في العراق الواقع مختلف، فلنشاهد. هاي شركة الإحسان باعوها
شلون راح ادب الحمل بالصناعي اشوفه شلون نفضت. رفع لي هاي شركة الإحسان تجيب النفايات من الخارج والذهب قاطع الصناعي، أو تقولون شوفوا هاي سياراتهم. شركة الإحسان حكومية عفوا. لا جاي ترفع لي وينفض حمل كامل. وين راحت الدولة؟ وين راحت ميدة البصرة؟ تعال شوفوا هاي الشركة تجيب لي حمل من الخارج وتنفضه هنا. الله يرضى محمد، يعني احنا ننظف ويا الذيب ليش؟ يعني ليش السبب؟ أحد الناشطين في محافظة ذي قار طالب بتشغيل معمل تدوير النفايات والذي تم منحه من قبل الحكومة الإيطالية للمحافظة. تعاني المحافظة من تكدس النفايات، ويمثل هذا المعمل فرصة لتحسين البيئة، وذلك بالاستفادة من النفايات بدل رميها في مواقع التمر الغير مخصصة للنفايات. فلنتابع. اللي هو تابع الى مديريه بلديه الناصريه. المعمل موجود في قسم الشموخ. موجود المعمل مثل ما جاي يشوفون، اللي مثل ما عرفته هو تجربه ايطاليه راح تتنفذ على 200 بيت الى 400 بيت في قسم الخدمات اللي هو تابع الى قسم خدمات الشموخ. اذا نجحت التجربه راح تتعمم على عموم محافظه ذي قار. سؤالي الى السيد محافظ ذي قار المحترم وايضا الاخوه المسؤولين في محافظه ذي قار، المعمل موجود بالشمس مثل ما جاي يشوفون. المعمل موجود بالشمس، والسيارة اللي تابعة للمعمل موجودة داخل قسم خدمات الشموخ. اخوان اكو اتصال، هاي شمس، متغيرات جوية، وهذا منحة، هذا المعمل منحة الى ابناء محافظة ذي قار. هو سواء كان من اجل الدراسة او من اجل تجربة ايطالية في محافظة ذي قار، شنو المانع اللي يمنعكم ما تنصبون المعمل والمعمل يشتغل؟ وهذا المعمل اذا اشتغل راح ينتج لنا اسمده عضويه، يعني ذب النفايات بالمعمل يخرج لنا اسمده. وبهاي الحاله انه كل الحدائق التابعه لمديريه بلديه الناصريه وايضا الدوائر الاخرى انه راح تستفاد من هذه الاسمده، واحنا ما خسرانين شيء. بدل ما نرمي النفايات بالتمر الصحي راح تدخل داخل هذا المعمل اللي هو معمل مصغر. اللي عرفته انه هسه حاليا الاختلاف على المكان، اغلب الاماكن في محافظه ذي قار هي لا مديريه بلديه الناصريه، واتوقع انه الموضوع ما بيه صعوبه اذا ينصب المعمل في اي مكان مخصص الى مديريه بلديه الناصريه. النفايات وانتشارها في عدة مناطق من محافظات العراق، علق عراقيون حول هذا الموضوع، منهم من قال كفيصل النافع قال متنا وكتنا الدخان. أما السيد قال العالم وين وصل وإحنا نحرق نفايات؟ يابا معمل تدوير ينتج ويشغل العالم ويخلصها من التلوث، هذه أي عقول في السلطة؟ يتساءل. أما كردون فقال الحرق يلوث الهواء، والدفن يلوث المياه، والتربة الحل الفرز وإعادة التدوير بطريقة الدول المتقدمة العصرية، بس ويا من تحكي مشغولين بالتخريب والسرقة. هاشم يقول فعلا ظاهرة غير صحية في البصرة، تصاعد الدخان الخانق والملوث للبيئة من جراء حرق النفايات، على الحكومة وضع حلول للقضاء على هذه الظاهرة. نعم، هذه تعليقات أو بعض تعليقات الجمهور العراقي حول موضوع النفايات في العراق. معنا اتصال أبو زينب من النجف، أرحب بك معنا أبو زينب. ظاهرة انتشار النفايات في المحافظات العراقية دون إيجاد حل لهذه الظاهرة التي تتسبب بأمراض في صفوف المواطنين، وكذلك تتسبب
أضرار كبيرة على البيئة والمناخ. مرحبا بك، تفضل تعليقك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. عيد سعيد. علي أنا وعليك، كن عام بخير. يا أهلا بيك يا أخي. هذا على قولة كاظم الساهر يقول كثر الحديث عن التي أهواها في كل مجال، وفقط هاي تدوير النفايات. نعم. تشوف الدول الغربية يشترون نفايات من أفريقيا وكذا ويكبسوها وغير دول، يحولوها بالتدوير إلى إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة. يا أخي بجمعوا يا مسؤولين بكل المحافظات بالعراق بأمر من رئاسة الوزراء وكل محافظ محافظته، أسهم تستفيدون مليارات وهم تخلصون الناس من الأخطار البيئية، وهم أيضا تحصلون كهرباء نظيف وبلاش بدل ما تطول مليارات الإيران وغير إيران وغاز يحترق صار 70-80 سنة. ليش ما يسوون هذا الشيء لعب برأيك؟ ليش ما يسوون هذا الشيء؟ هم جايين يجون يدمروك بأي وسيلة، يقتلوك بأي وسيلة. عجيب. يعني أبسط شيء هاي البارحة عندك هاي الأشجار الكامبس ما أدري شو يسموه، يعني سبحان الله كل الأشجار اللي بالعالم تمتص ثاني أكسيد الكربون الضار وهاي وتطرح الأكسجين اللي يطفي الجو. هذه الشجرة تمتص الأكسجين وتطرح ثاني أكسيد الكربون. تسوي حساسية مفرطة، تسوي سرطان، يشكوا جايب لنا إياها. وسريعة النمو جدا، يوميا صعدت وقصوها، صعدت وقصوها. وأكبر بناية وأكبر أساس تقلبه وتمتص الغرية من الأرض. تشيل الأذية الجايدة للعراق، يعني هاي أبسط وسيلة لقتل الشعب العراقي وقطع المي علينا من تركيا وإيران. يعني السماش راح قلنا نستورد المؤسسة، راح يخلونا إنه مو بس نستورد المواد الغذائية إنما نستورد حتى المي نشربه إلى آخر لحظة إنه يقبون عليك، يطلعوا لك وزير البيئة ووزير الزراعة ووزير الموارد المائية الفلاح العراقي لحد الآن يستخدم الطريقة القديمة بالري، لك ما تستحون جبنا يخافون يقولون إيران شادة علينا المي. هذول الدول يصيحون إيران دولة شقيقة والشعب الإيراني شعب شقيق، لك شنو شعب شقيق؟ دولة مجرمة تدمر العراق هم وتركيا، واللي يزيد الطين بالهذا مسعود البرزاني يقول سنبني 25 سد في إقليم كردستان ولن نعطي إلى العراق، يعتبر دولة نفسها دولة، ولن نعطي إلى العراق قطرة ماء واحدة. أكو واحد طمع على حلقة من الحكومة المركزية معدرة وعلى ما أبوه محافظ يا بعد روحي. الله المعين. أنا أشكرك أبو زينب من النجف كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر انه انت غير، يعني ما تحتاج شيء، انه انت هذا بلدك يعني واهلك. اكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه واهله. الوطن هو اغلى شيء في حياة كل انسان، هو الماء الذي نشربه. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. أكد مراقبون أن سوء التخطيط والإدارة والبيروقراطية والروتين القاتل إضافة إلى الفساد أسباب رئيسة في تهالك المنظومة الكهربائية في العراق. وقال أستاذ الاقتصادي نوار السعدي بأنه منذ عام 2003 سمع العراقيون من جميع رؤساء الحكومات وعودا عن معالجة ملف الكهرباء رغم صرف مبالغ هائلة، لكن لم يروا شيئا حتى الآن. وأضاف أن الكاظمي صرح في عام 2021 بأن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، وهو إنفاق غير معقول دون حل للمشكلة. ويرى مراقبون بأن أزمة الكهرباء وصيانة بناها التحتية لا تتعلق بالأسباب المادية فقط، وإنما تتعلق بانعدام الإرادة الوطنية عند القوى السياسية التي تعاقبت على حكم العراق خلال العقدين الماضيين، وأهدرت ونهبت نحو تريليون دولار، مما جعل العراق في ذيل الركب الحضاري على كل المستويات. وفي سياق تدهور القطاع الكهربائي، شكى مواطنون من محافظة القادسية انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم منذ يومين بشكل كامل. وبعد التواصل مع قسم الصيانة أبلغتهم الجهات المسؤولة بشراء لوازم الصيانة، وبعد شرائها عانى السكان من كثرة مناشداتهم لغرض تركيبها. دعونا نتابع هذا المقطع. ما يضحك، الدولة تقول للمواطن روح جهز روحك حتى أنا أجي أشد لك الغراض. حاليا نحن وين من مياه منطقة؟ سنية السياح، طريق سنية السياح. ايش قد صار كهرباء ما عندكم؟ صار يومين ما عندنا. ما عندكم كهرباء يومين؟ يومين. هذاك مواطن مو سيد عقيل، حتى يقولوا لا سيد عقيل مستهدفنا. عندنا أطفال، ثقوا بالله ورسوله تعبنا. ايش قالوا لكم؟ شنو هو؟ روح اشتروا هذا كيبل، هذا كيبل، هذا ابو الاربعة. نعم. على حسابنا الخاص. ضفيرة كاملة. ضفيرة. ليش؟ ما عندنا؟ ما عندهم، يقول ما عندنا. ما عندكم. وجبناه وحطيناه وصار لنا تقريبا حوالي اتصل عليه. اتصل بهم على مود يجيبون يشدون هذا الضفيرة وماكو. تعبونا ثق بالله، ماكو شيء قانون، ماكو شيء دولة، يعني انتم تاخذون رواتب على شنو؟ وكل طلعة ب 30,000 25,000. عرفتي ولا؟ غرابنا نشتري مدير الكهرباء. مدير الكهرباء. الواردات. الخيرات الله، مدير الصيانة، مدير الشكاوي. شلون نطوقكم على عوانا؟ شوفوا المرضى بس ادفين. معقولة تقولوا لهم روح اشتروا؟ هاي بيش هاي؟ والله ب 400,000 هاي بيش هاي؟ معقولة ما عندكم هاي؟ يومين صار لنا نتوسل، ماكو مكان. أنا أقول خاف ما يدري مدير الكهرباء، راح أقول لك هاي الحالة أمامك. معقولة ما تدري بربعك يقولون للمواطن روح اشتروا غراض، وأنا وشارعين قلبهم بعد. في محافظة القادسية، حيث شكى أحد المواطنين من منطقة آل حمد من سوء خدمات دائرة الكهرباء، حيث يعانون من سوء توزيع الأحمال على المحولات، فمن الممكن أن تجد 200 بيت على محولة واحدة بالمقابل تجد 10 منازل فقط على محولة أخرى، لتتأثر بذلك الكثير من المنازل بضعف الكهرباء الواصلة إلى منازلهم. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول. رافع قدره 159 166 جاي تقرا الكهرباء، رافع قدره. هاي عند آل حمد محولة فالح، احنا آل حمد مشروع جلوبال، خاصة محولة فالح 200 بيت ما ادري ايش قد على محولة واحدة، واكو بيوت 10 بيوت 5 بيوت على محولة، واحنا اكثر من 200 بيت على محولة واحدة 400. وايش قد جيت وراجعت حيدر حماد وناشدته ورحت له وعندي معاملة مال محولة، قلت له مروتك مروة الحسين وهاي، وشوف هاي وجهاز رافع قدره ثق بالحسين وشوف ايش قد 155 جاي تقرا الكهرباء. كافي يعني لو واسطات، واحد عنده عرف يمشونه، ولو واحد ما عنده عرف ما يمشونه. حول استمرار تدهور القطاع الكهربائي في العراق، علق عراقيون مع هذه المقاطع وحول تدهور القطاع الكهربائي. أبو علي يقول صيانة الكهرباء في عموم العراق هي المشاكل ما تنتهي، المحولة بدون باب، الكيبلات متدلية، أعمدة الكهرباء أما مائل أو ساقطة. يقول لماذا الاستهانة بأرواح الناس؟ علاوي العراقي يقول حتى إحنا منطقتنا الكهرباء خرطي، يقول من 150 إلى 180 لا شغل سبادت ولا شيء، ويوميا جيب رافع قدرة ويحترق. فرح
تقول: سؤال يطرح نفسه، لماذا المحافظ لا يتدخل في أمور الكهرباء ومشاكلها؟ هل مدير الكهرباء تتساءل يحتمي بحزب أم ماذا؟ حسين يقول: احنا نصبنا أعمدة مال الكهرباء واشترينا كيابل باقي بس على الشد، ما حد شده لغاية الآن. يقول ويا من تحكي. يقول حسين: معنا اتصال أبو علي من الديوانية، أرحب بك معنا. أبو علي، إلى متى يبقى أو تبقى الكهرباء متدهورة في العراق بعد صرف كل هذه المليارات؟ معقولة ما إلها حل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كلامك بخير وانت بخير، يا هلا بيك. هذا الشيء القليل يوصل قاعد المعاناة من الكهرباء. هذا الشيء القليل قاعد يوصل، خلي يشوف وجه الكهرباء، خلي يجي طال الديوانية. هسه يختارون الوقت، الوقت هذا أيام الحر تموت، وهسه يدور لك بالواد من الفقرة يقص وايرة بالصيف، جيب 4 ملايين وجيب 5 ملايين. نعم، هذا الوقت مالتهم اللي يختارونه، هذا موسمهم. على موسمهم تتعاليهم دولة المبيعات، المبيعات مال الكهرباء، كل واحد بيته ب 400 مليون وسيارته ب 4 شدات ب 5. يشتري له مدير الكهرباء، مدير دائرة خلال سنة يشتري له بيت ب 400 مليون، ما تجي الدولة تراقب. نعم. الدولة ما تجي تراقب. كان صدام يعطيها ب 3 دنانير السنة. هسا أنتم جيتوا 3 ملايين 4 ملايين، إيش عندنا؟ ما تقول إيش عندنا؟ لا كهرباء تطول زين منه، فإذا مواليده 50 ألف بالشهر نعطيكم لكم 4 ملايين، وكم والله مصيبة سوداء، والله العزيز مصيبة سوداء. طاحت علينا احنا الديوانية مات، بالأخص هاي النجف موت مثلنا. نعم. يعني يختارون الوقت بالصيف، والله العام بالصيف بالحرق صوت الكهرباء، التوعد للناس الفقرة كلها جيب 3 ملايين 4 ملايين. يقول لك يزيد الحمل على الكهرباء. أبو علي يقول لك يزيد الحمل على الكهرباء ولهذا تنقطع. هي الناس الفقراء حتى ثبت مع هذا كلها مبردات. هم لهم للبعامل مالتهم وللمصانع مالتهم. مصنع كبرات ياخذ المعده مليون بالشهر. نعم. وبيت حاطه مروحتين ياخذ المعده مليون. قال يطلع وزير الكهرباء وزراء السوداني، قال يشوف الديوانيه هاي الخايسه اللي حاطين بها حكومه خايسه، قال يراقبها. نعم. اكثر من مليون ونص سكرت الديوانيه. الله المعين. أنا مو رأي هذا، هاي الديوانية كلهم. نعم. وخلي يجون للديوانية لأن مكذب. أنا أشكرك أبو علي من الديوانية، كان معنا. معنا أبو عقيل من بغداد. تفضل أبو عقيل، مرحبا بك. تفضل أبو عقيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ شلون صحتك؟ يا هلا بيك، حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله وحيا قناتك الكريمة، رحم الله والديك. والديك، الله يسلمك ويخليك. أستاذ عندي في السؤال بلا أورن عليك. إحنا نتحدث عن هذا الملف، ملف الكهرباء، تراجع الكهرباء وتدهور القطاع الكهربائي في العراق. نعم. طلع ملف الجسم، طلعت النفايات، تكرم النفايات طلعتوها. إيه نعم، قبل شوية. نعم قبل شوية جنابك الكريم طلع أبو زينب، أبو زينب طلع هي شرح النفايات، راح الإيران، إيران كذا وإيران كذا، حتى إحنا افتخرنا بإيران يا حبيبي يا أستاذ. شنو ردك على أبو زينب أو تعليقك على ما قاله؟ أو تعليقي أقول له الشغلة يعني برنامج حلو، ودا يقولون النفايات ينبونها بالشوارع، هو رأس الراع، إيران كذا وإيران فلاسي، إيران وهذا إيران. هو قال الدول اللي قطعت المي على العراق إيران وتركيا سببت هذا الشيء. قال تحدث عن إيران وعن تركيا. لا لا والله استاذ، أنا مو محمد أبي إيران، أنا لا إيراني ولا أنا عراقي أصل عراقي. نعم. بس هذا الحكي ما نقبله. أبو زينب من النجم. زين. أبو عقيل. يعني أبو عقيل. إيران إيران وتركيا قطعوا المياه على العراق لو لا؟ صحيح. اي هو حكى بهذا السياق الرجل، انا ما ادافع عنه. نعم استاذ استاذ خلنا خاشين. نعم. هاي راس المياه، هاي عقوبه الهيه، لان احنا ما احترمنا الماي، احنا العراقيين خاصه ما احترمنا الماي، والله ما احترمنا الماي، بالجنوب ما احترمنا الماي. زين
زين ابو عقيل، غير الحكومه بالعراق، ابو عقيل اذا تسمح لي، غير الحكومه بالعراق، الحكومه الحاليه لو قبلها تتلافى هذا الخطر. اليوم انت تشوف اكو مناطق يعني اصابها الجفاف، زرع بعد ماكو، مناطق كامله ما بيها زرع. زين غير تتحرك على هاي الدول المنبع تلقى لها صرفه وياهم، يقول لهم يابا هاي هذا الزرع ما عندنا، صار عندنا جفاف، وين دور الحكومه برايك؟ صحيح نعم. صحيح مثل ما تفضلت، صحيح. بس احنا المفروض بينا، احنا المفروض بينا كاسلام وكشعب وكمتقال، المفروض نحترم هاي الماء. والله كان قبل الماي يعني نسميه ماي العروس، نقط من جوا نشرب ماي من جوا يسمونه ماي العروس. زين يعني المردي من هذا الطوال ما يجيش فيه، لكن احنا ما احترمناه. الطير يجينا من 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 الصين، من الدول ذيك، طير حر وخضري وبرهان ويعني احلى طير بال الجنه، يجي لينا السجاده من الاسد والكتله كله. زين السمش البني القطان الشبوط يعني بعد الجنوب مضروب المثل من الاسواق. نعم. نجيب شر ونذب ونفتن الزغيره والكبيره، هذا الله يخليك تبدا بروح اهلك. نعم. هذا رأيك أبو عقيل، أنا أشكرك. كان معنا من بغداد، معنا اتصال أبو محمد من الحلة، تفضل أبو محمد. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك أخي. العراق عراق الجميع إن شاء الله، ماكو فرق بين السنه والشيعي، والبيت ما يدون غير أهله بالضبط، وإن شاء الله مستقبل جاهز لكل العراقيين. نعم. السؤال يا أخي الله يخليك، تفضل ابو محمد. اذا السؤال ابو خليك اذا ممكن. بالله افتح لنا الصوت هنا. نعم تفضل. اذا اعتم القراء، اذا اعتم القراء ايش قد ترجل على النايسات؟ اذا اعتم القراء شلون؟ اذا اعتم القراء، اذا اعتم القراء ما تطلع على قمع النايسات. اذا اعتم راديو. لا نعم راديو هم القراء. شو وقت آخر مرة شفت هذا الراديو؟ نعم. الراديو ما موجود على النايل سات، الراديو موجود على يعني تردد مثلاً FM وكذا، بس ما أعتقد موجود، ما موجود. نعم يعني تقريباً أم القرى وقف من 2006. نعم أبو محمد من الحلة كان معنا. قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي بأن نصف طرق العراق لا تصلح لسير المركبات العادية والشاحنات، وأضاف الغراوي بأن سوء تنفيذ الطرق وعدم صيانتها بشكل دوري أدى إلى تهلك أكثر من 50% منها، فضلا عن الأحمال الزائدة للشاحنات الكبيرة. وأكد الغراوي بأن الطرق في العراق تحولت إلى مسارات للموت مع افتقادها إلى متطلبات السلامة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات في حوادث السير. أحد المواطنين شكى حال محافظة القادسية أثناء مروره بأحد الطرق، حيث تعاني أغلب هذه المناطق من غياب الخدمات ورداءة الطرق، وانتقد التجاهل من قبل الجهات المسؤولة في إكسائها أو صيانتها، وتساءل عن الصمت تجاه الفساد الكبير الذي تواجهه المحافظة جراء سرقة الأموال المخصصة للخدمات من قبل المتنفذين والمسؤولين الحكوميين. فلنتابع. العظيم بالقرآن دمار محافظة منكوبة، محافظة مدمرة، ما عندهم شيء اسمه تبليط. الشوارع الفرعية لا، ماكو شيء اسمه تبليط. فضلوا شنو هاي؟ شنو يا ناس؟ شوارعهم كلها طسات، شنو سايد واحد؟ والسايد واحد كله محفر. ليش؟ يعني والله العظيم إجرام حق هاي المحافظة. ما صايرة، هذا شارع رئيسي يربط المحافظات الجنوبية بكربلاء والنجف. هذا حاله فضلوا. هاي محافظة شلون عايشة هاي الناس يا ناس يا عالم؟ ما أعرف أهل الديوانية شلون ساكتين على هذا الظلم؟ شلون ساكتين على المحافظين اللي حكموكم واللي سرقوا خيراتكم وأموالكم؟ ساكتين عنهم للآن؟ ما تحاسب ولا محافظ؟ عم والله العظيم مأساة ومحافظة منكوبة كل المعاني. ما عندهم شيء موجود بهاي المحافظة، لا بنية تحتية، لا أعمار، لا شوارع، أبد.
كشف الناشط المدني في محافظة النجف أبو زين العابدين الحسناوي عن تلقيه تهديدا من أحد المقاولين العاملين بالمحافظة بسبب حديثه عبر منصات التواصل الاجتماعي حول طريق حيوي بين الكوفة ومركز المحافظة، وتحدث عن فساد يشوب هذا المشروع. دعونا نتابع في البداية. أبو زين العابدين قال هنا، يقول هنا بأن مقاول طريق البحداري يقول خابرني، يقول لي نقدر نوصلك، وأنا أقول لك أني موجود يوميا في قضاء الكوفة وبيتي وسكني معروف أكبر من ذلك. هنا يتحدث أبو زين العابدين، خلونا نتابع ما قاله أبو زين العابدين. هذا بعشرين مليار سووا من فضحناهم، والناس طلعوا مظاهرات، والنواب الكتب النزاهة سوت هيئة الإعمار، قالوا للسيد المقاول قطع المشاكل اللي صار بروطان مثل هذا واللي صار بتخسفات قطع. هذا تقريبا 8 كيلو بعشرين مليار الطول مال هذا الطريق، تقريبا 8 كيلو قطعوا أكثر من 10 قطع مثل هاي. شوفوا عود يعدلون، وانتم عمي ما يفيد المهندسين الخبراء الناس الفقراء اللي حتى الناس اللي ما تعرف. شوف الروطة، شوف تعشف، شوف ايش تقطع من عنده، شارع 8 كيلو كله كن ينقلع. هذا لعب، شوف الازدحام، هذا عيد وزيارة. على أثر هذا الفيديو تعرض هذا الناشط أبو زين العابدين من محافظة النجف للتهديد. دعونا نقرأ بعض التعليقات. سيف يقول مهزلة والله العراق اللي قاعد يصير به، عبارة عن مسرحية يمثلون بها المسؤولين. أحمد العلي يقول سرقاتهم مستمرة بعلم أعلى سلطة رقابية بالبلد وما كرادة. سجاد يقول المشروع انباع أكثر من المقاول، وبعدين الجماعة أخذوا حصصهم والباقي يم المقاول والمهندس. مصطفى يقول الطريق تعبان وتلزيق، شغل كلاوات أول ما فتحه وتفليش وسايد واحد، حوادث بالجملة. إلى الهاشتاج، حيث تفاعل مغردون عراقيون على وسم أنصفوا العشرة الأوائل، التسلسل من 4 إلى 10 للمطالبة بإنصافهم وتعيينهم. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. حوراء تقول العشرة الأوائل على الأقسام شريحة مظلومة، وتم حرمانها من حقها بالتعيين. نحن الكفاءات، هل يعقل أن يتم تهميشنا بهذه الطريقة؟ علي يقول لن نكل ولن نمل عن المطالبة بحقوقنا. أما ياسين فقال العشرة الأوائل على الأقسام تسلسل من 4 إلى 10، يناشدون رئيس الوزراء باتخاذ قرار فوري وعاجل بإنصافهم وتعيينهم. هدى تقول أنا الرابعة الفرق بيني وبين الثاني والثالث بوينتات، هم تعينوا إحنا حرمونا. كل ما أتذكر أنقهر، حسيت تعبي راح على الفاضي. إن شاء الله ما يروح تعبك، وإن شاء الله تتلاقين التعيين. دعونا نذهب إلى خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء لإرسال رسائلهم ومناشداتهم وما يشاهدونه حولهم من أحداث على الساحة العراقية لعرضها هنا في برنامج صوتكم. وردنا عبر هذه الخدمة مقطع مصور لمتقاعدين من محافظة بابل يعبرون عن استيائهم بسبب عدم صرف رواتبهم، فلنتابع. الحكومة والناس الخيرة، بهذا العيد المبارك احنا ناس شريحة مظلومة، راتب لحد الآن ما مستلمين، حوائلنا عينها علينا، زين ما عدنا. يعني اولا هذا عيد يردون طبة طلعة أكيل، زين هسه احنا قاعدين هنا أنا بالشارع وصافدين، شو وقت الفرج يا ربي؟ زين وهذا الشيء ما مقبول. زين هسه أنا جيت لأبو جاسم أخذت بالدين والله العظيم، زين يعني شلون شو نسوي احنا؟ يعني كل عيد بدأ يعطونا راتب، ليش بس المتقاعدين؟ زين يقول الوزراء ما أخذوا رواتب، البرلمان ما أخذوا رواتب، شو كلهم أخذوا قبل الشهر، ليش احنا المتقاعدين ما ناخذ؟ إذا يجي الخطار مين يجيب لهم؟ زين هذا الأطفال متعلمين علينا نعطيهم، زين مين يجيب إذا ما عنده؟ زين الله شاهد ما عندنا ولا فلس. زين ومعنا أحد المتقاعدين من محافظة بابل وهو أبو حسين، ورحب بك معنا أبو حسين. تفضل أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
صراحة شريحة المتقاعدين أول ما بدأوا بدوائرهم كانوا نعم. شباب نعم. ولكن بعد مضي 30 35 سنة أفنوا زهر شبابهم لخدمة الوظيفة وهي خدمة البلد. نعم. اليوم ثالث يوم العيد والرواتب معلقة. احنا عتبنا على السيدة طيف سامي وزيرة المالية. نعم. يعني المتقاعد عنده أولاد وعنده بنات يعني عنده أحفاد يعني يجوب العيد يعني يحتاجون فد يعني فد شيء بسيط نعم. من جيتهم هم عينهم على أبوهم. نعم. الجد يكون فليش محجوزة رواتبنا؟ صار يعني الهجقد محجوزة أبو حسين صار الهجقد يعني العيد كله ماكو راتب ها يعني هذا الشهر يعني هذا الشهر نعم اي اليوم يوم اثنين يعني نعم. ليش متوقفه؟ يعني ما عندها ما عندها جيرانها متقاعد احنا نشتري المفروض قبل العيد المفروض تم صرف يعني الرواتب قبل العيد يعني قبل العيد نعم. بطلنا ما نريد عيديه بطلنا ما نريد عيديه يعني خزينة الدولة ما شاء الله خير من الله نعم. وبعدين هذا مريض عنده أمراض مزمنة مديون عنده سلفة وهنا ما يسوون شيء يعني مو قبل أيام يعني خرجوا المتقاعدين في العاصمة بغداد طالبوا بزيادة الرواتب ومنحهم قطع أراضي كذلك بطلنا كل شيء نريد نريد راتبنا يا معودين نريد ناكل شهر تبطونا ناكل شهر ما تبطونا ما ناكل إن شاء الله أبو حسين توصل رسالتك ويتم صرف الرواتب بأسرع وقت وعدم تأخيرها. أنا أشكرك أبو حسين من بابل كان معنا وأعتذر منك على المقاطعة لانتهاء وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.